وين ما كنتوا مشاهدينا بدي حييكم، بدي حيي كل الشباب والعائلات يلي نزلت نهار السبت وعبرت من جديد بكل حضارة. ولكن كمان بدي أقول هذا الملف اليوم يعني جديد، وزير البيئة تقدم من رئيس الحكومة بالاعتذار من ترأس لجنة النفايات وطلب تعيين وزير آخر. من المتوقع أن يكون وزير البيئة أكرم الشيب الموجود هلأ بالسراي. نقطة تانية، بعد في كتير من المحلات من الأماكن يلي بعد ما رفعت إطلاقا فيها النفايات، ومنها جل الديب حيث عمد الدفاع المدني على يومين متتاليين بحرق بإطفاء حريق النفايات في محلات في أرزاق كلها وقفت اليوم، سكرت محلاتها. مين المسؤول؟ وين البلدية برسم المسؤولين؟ وبالوقت ذاته هذا الملف كمان في مجموعة من أهالي عكار موجودين عند وزير الداخلية حالياً نهاد المشنوق بموضوع مكب أسرار. نحن رح نبدأ كمان بعد هالمقدمة بالمعلومة. معلومتنا بتتعلق بإعادة فتح حرج بيروت، فوفى محافظ جبل لبنان زياد شبيب، ورح يكون موعد الافتتاح نهار السبت 5 أيلول أي السبت المقبل. وطلبت جمعية نحن يلي هي ماسكة الملف من 4 سنوات، طلبت من المتطوعين يلي راغبين إن كانوا مواطنين إن كانوا جمعيات بيئية أو كشفية الاتصال فيها بإرسال رسالة نصية على موقع على الموقع التالي info@nahnu.org أو الاتصال بالرقم التليفون 03-077-059. من بعد المعلومة أكيد من المسؤول؟ من حرج بيروت إلى عكار، هالقضاء يلي كل الأنظار تتجه اليوم إليه وهو بحاجة لأمور إنمائية عديدة، ونحن بالبرنامج ما مقصرين أبدا، بنحب دايما نتواصل مع أهالي عكار. بالوقت ذاته عم نتابع موضوع الملف وقرار مجلس الوزراء إعطاء القضاء 100 مليون حتى لأمور إنمائية، ولكن أهالي عكار عندهم من نفسهم مثل واحد بيقول. اليوم معي مباشرة الخط رئيس اتحاد بلدية قضاء الجومي طبعا السيد سجيع عطية. يعطيك العافية ريس. أهلا، يعطيك العافية ريس. الاتحاد قطاع الجومي من بين اتحادين في منطقة عكار بيرسلوا نفاياتهم إلى موقع إسرار يلي موجود تقريبا على الحدود، شو أهمية هالموقع؟ وبرأيكم نفايات عكار أولا بدها معالجة، وثانيا حتى تستقبل نفايات بقية المناطق ومن بيروت؟ أكيد بالحقيقة هي مكب عادي طبيعي، ما في أي مواصفات لا بيئية ولا علمية، وإذا بدك يعني عم بغطي حاجة المنطقة بكب هالنفايات لأنه ما في إذا بدك بديل تاني. نعم. بس يستوعب كميات إضافية بعتقد يصير في أذى كثير كبير. لذلك اليوم في رفض قاطع من كل أهالي المنطقة لاستقبال أي نفايات تانية بدون ما يكون في عنا معمل لفرز النفايات وفق المواصفات المطلوبة ومطمر بيئي سليم 100%. أيضا في إذا بدك يعني توضيح، نعم. ما لا علاقة لا مواضيع الإنماء بمواضيع النفايات، ولا الناس هون حابين يبيعوا مناطقهم وبيئتهم وصحتهم مشان حقنا اللي وهالدين اللي قلنا اياه على الدوله اللبنانيه منذ عهود وعهود وعهود. نعم. ال 100 مليون اللي اجونا هن حقنا بالانماء، وهولي اجوا بوقتهم وبمحلهم وما حدا بيقبل يكون فيهم، حتى وزير الداخليه ورئيس امام سلام وقت اللي وعد فيهم ما لهم علاقه ولا كانوا في شروط على انه القبول بالنفايات منطقة بيروت. نعم. هل إنماء يعني برأيك 100 مليون كافي لإنماء أي يعني أي قضاء أي مناطق بعكار؟ أنتم كمنطقة اتحاد الجومي اليوم أنتم شو أبرز شيء بحاجة له رئيس؟ نحن بحاجة لكل شيء بصراحة. تعرفي عكار محرومة والإنماء بعيد عنها من زمان، واليوم جومي ولا بقية المناطق السهل ولا وسط عكار، بتعرفي عكار مساحتها كبيرة حوالي 10% مساحة لبنان. نعم. والكثافة السكانية حوالي 16% من سكان لبنان، إضافة إلى النزوح السوري اللي مشكل عبء كبير علينا.
كل هيدا الواقع الأليم عم بيكون ضاغط على البلديات وعلى إمكانياتها. هلأ بتقولي لي شو بحاجة؟ بحاجة لكتير يعني مستشفيات، ما عنا البنى التحتية كلها بدها صيانة وبدها تأهيل وبدها بناء، يعني منطقة فيها كثافة سكانية كبيرة، وبالتالي نحن إذا بدك بصدد يعني إعداد خطة متكاملة. هلأ 100 مليون مش جاي لجومي، جاي لكل منطقة عكار. لجومي هو اتحاد من 8 اتحادات موجودة بالمنطقة حاليا، وهناك أيضا منطقة وادي خالد ومنطقة الأبيات ومنطقة الضيب. يعني أنا اللي بقول لك نحن بحاجة ل 100 مليون وبحاجة لأموال البلديات بشكل أساسي، مثل ما بتعرفي يعني أو أموالنا مقتطعة عنوة، ومثل ما بيقولوا بدون أي سبب منطقي. قلنا أموال التليفونات وحتى أموال الصندوق البلدي المستقل عم بيكون في إشحاف دين بهالمنطقة المحروقة. هلا مفروض أموال الصندوق البلدي بأيلول مثل كل سنة، مفروض حسب الأصول ما هيك؟ صحيح هيدا الأصول، بس بالبلد في أصول ستنا ما يعني الأصول أصبحت استثناءات ودائما في مشاكل. إن شاء الله هذه الحصة الثانية من صندوق البلد المستقل، بس أنا بدي أقول إنه أموال التليفونات هذا حق طبيعي ولازم اليوم قبل بكرة يعطونا إياه، ونحن بهالمناطق النائية والمناطق المحرومة بحاجة لإله أكثر من كل الناس. وال100 مليون إذا إجوا كمان بيكونوا دعم ورفع أساسي للبنى التحتية ولمشاريع عامة بهالمنطقة كلها سوا. شكرا رئيس، ويعني بقدر أقول إنه لا قبول لأي نفايات قبل أن يكون هذا المطمر اللي عم ينحكى عنه يعني يكون مطمر صحي، يكون في مركز للفرز، مركز للمعالجة. شكرا لك رئيس اتحاد بلديات الجومة في عكار سجيعتي. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444. ألو؟ ألو، تفضل مسيو. ست ريبيكا؟ نعم. نهارك سعيد. أهلا فيك. عماد صعب معك من الشويفات. إيه أهلا وسهلا. بدي أشكي لك على عدوان عم نتعرض له من شهرين. نعم. وما في إلنا ولا معين وما حدا بيرد علينا. أربع مولدات كهرباء للكهرباء ومعمل خشب بيستعمل سبراي بجهاز هيفي ديوتي وكلها بمساحة ما بتطلع مرعى خروف واحد. دخان المطارات مهشلنا من بيوتنا مبارح للساعة 4، نحن برات البيت على الطريق. 4 أي ساعة؟ 4 بعد الظهر ولا الصبح؟ 4 الصبح. أوف. وين بشويفات أستاذ سعد؟ بشويفات بجانب مبنى رابطة سيدات الشويفات وفوق معمل بينول. حكيتوا البلدية؟ حكينا، لو بتعرفي مين حكينا. حكينا البلدية، رئيس وشرطة وموظفين وأعضاء. اتصلنا بفصيلة الشويفات وقدمنا شكوى للنيابة العامة ب 18 الشهر الحالي. اتصلنا بالطوارئ 112، تسكر الخط بوجهنا 6 مرات. يوف. عبث عبث عبث. والجواب على معمل البويا، طولوا بالكم بآخر الشهر فالين. اليوم كان طولوا بالكم بعد 15 يوم فالين. يا أخي في حد عم يرمي صدري بالرصاص، كيف بتجاوبني طول بالك ذخيرته صارت خالصة؟ إنه ما في شيء، في شيء اسمه الانتظام العام. أكيد ما في داعي الناس تشكي على بعضها وتحتك ببعضها. في ضابطة عدلية، في مسؤولين، في قيمين على الأمور. وكأنهم عم يدفعوا الناس تيتخلوا عن حضارتهم. أوكي. يتخلوا عن مدنيتهم وياخذوا حقهم. أهلا وسهلا فيك، لأنه بدي أخذ غير اتصالات. نحن رح نتابعها لنشوف شو بنقدر نعمل، نشوف إذا عندهم رخصة، ما عندهم، منذرين ولا لا. كمان اتصال. ألو ألو ألو. نعم تفضل. الو، يعطيك العافية. أهلين، عم بحكيك من منطقة راس النبع. إيه أهلا وسهلا. من راس النبع، مش من جهة محمد الحوت، من جهة البربير. نعم. بصراحة المشكلة يعني قلنا شهرين فيها،
اجوا برشوا الطريق على اساس بدهم في مشكله بالكابلات الكهرباء بدهم يبدلوا كابلات الكهرباء. نعم. اجوا بدلوا كابلات الكهرباء وكل شيء، قالوا يعني تقريبا شو شهر شهر ونص بعد الطريق مثل ما هي مبروشه، ما انجا رقوا رقوا الطريق. عرفت اي شركه يعني عرفت اي شركه هي اللي برش الطريق ومدت الكابلات؟ كابلات لبنان يعني ما في غيرها. اوكي. لا هن الكابلات كابلات لبنان، بس المتعهد يعني لاي شركه عرفت؟ ما عرفت بس انه ما عندي فكره يعني، بس أوكي. انه يعني اوكي ما حتكسر معك بكرة. حق وجاي الشتاء يعني بيكفينا زباله يعني ومي كمان او شتاء وطرقات بتكمل. فاصل ومنتابع. اهلا وسهلا فيك. منتابع الحل عنا دائما عبر الام تي في ومنتقل كمان لنتلقى اتصالاتكم. الو الو الو. اهلا مدام. بونجور. بونجور. معكي مدام حويك من منطقة لحفد. ايه اهلا وسهلا. بدي اتشكى على المي. نعم. يعني ما بعرف اذا كانت شكوى صارت تقليدية بالنسبة لنا نحن اللبنانية يعني انه المي، بس انه نحن منصيف ولما بنعوز المي مثل هالفترة تنقطع. السنة الماضية انقطعت شهر كامل وكل يوم كل يوم كل يوم ننزل على السرايا نتشكى بخصوص المي وما حدا يرد علينا. السنة شو وضعها مدام؟ ما اجت ابدا ولا بتجي قليلة ولا كيف؟ هلا قلنا 15 يوم ولا نهار اجت المي. ايش؟ ونحن بندفع اشتراك ومطلعين انه نزيد انه نحن لانه عندنا اسكان بيزيدوا علينا 100,000. نعم. دفعناها 400,000. اوكي. مي ومش مجبورين نرجع كمان نجيب ستار. يعني ما قلي الا ابعتك على لتنزل على مغارة طوباوي عم طلع لانه اليوم ذكرى كمان يعني انا يعني الله يراني بقى ان شاء الله يعني هذا الشعار تبع الله الاخ اسف النعمه ان شاء الله هيدي الله يراني تكون بقلب كل واحد منا الله يراني شو عم بعمل من خير والله يراني قديشني انا كمان عم وصل خدمات للناس بقى يمكن هيدي اسهل طريقه هلا عندك. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال اخر. وين روح؟ تفضلي مدام. عند مين روح؟ شو عندك بعمشيت؟ عم تحكيني من عمشيت؟ ايه نعم. ايه شو عندك؟ ايه نعم حبيب. قولي لي شو عندك؟ انا حكيتك بخصوص المي. ايه. ونزلت عند الرئيس وقال لي اعملي شيلوا الباب وفوتوا سووا المي، بس صاحب الشقه ما عم بخلينا نفوت. طيب شو الحل؟ كيف بدي اخذ؟ انا عم بدفع حق عيار المي. هو ما عنده عيار مي، بيفتح العلبة بمدنا بريش بيعبي خزانه وبيرجع بيسكر العلبة وخلص. وأنا ثلاث سنين بدفع مي مدام ريبيكا. مدام مش شغلتك أنت تنزلي. ما عم نقدر ناخد نقطة مي. مفروض التفتيش تبع المي أنه هو يطلع يكشف على عيارات وما بحق لهم للناس تقطع مي عن غيرها، وإذا اضطريت تشكي للمغفر. أنت مانك مضطرة أبدا أنه يكون في أنانية لهالدرجة هيد. كمان اتصال. الو الو. تفضلي مدام. الو بونجور. بونجور. نعم معك مدام تراد. ايه اهلا وسهلا. بدي احكيكي بخصوص نهار السبت كنا طالعين على الجبل. نعم. على طريق بعد حاجز المدفون كنا ماشيين وطالعين من البريد هاوس كنا عم نستغراد ومشينا على الاوتوستراد. تعرضنا لسيارتين، سيارة رانج يعني جيب رانج روفر وجيب جي ام سي. ما لقينا الا يعني كانوا يسكروا علينا ويقتلونا، يعني على شوي كانوا قتلونا يهرب جوزي منه ويصاروا زيكزاك على الطريق. انا بتمنى انه الواحد لمن يسرع بحكموه، بس لمن يتعرض لهيك شيء ما لازم يكون في محاكمة كمان. مدام اشتكيتي عرفتي ارقام عرفتي ارقام السيارات الرانج والجيب؟ قدرتي اخذتي رقمه؟ يا ريت يا ريت. مع نحن عكست ما انا توترت وبنتي صار بدها تاخذ ارقام السيارات، جوزي صار بده يوقف وصرت انا يعني كثير معصبه. اي ساعه كان من الوقت مدام؟ كانت شي الساعه 8:30 من عشيه بالليل. يعني انا يعني ما بعرف شو بقدر اقول لك يعني اكثر شيء، وبعيد عن حاجز الجيش كمان يعني شو الوقاحه من قبلهم هودي اصحاب هالسيارات يعني لحقين يعني ناس وما فرقاني معهم. كأن يعني زمور نعم. مرافق يعني نعم. مرافقين يعني يا ريت قدرتوا اخذتوا رقم يعني الرقم كثير بسهل امور كثير كثير اكثر ما بتتصوري.
كمان اتصال. الو. اهلا مسيو. الو مرحبا. مرحبا. ستنا نحن بدوحة عرمون. نعم. نحن بلديت شوي فات. ايه. نحن من بعد التمثال في عنا جورة كتير كبيرة صارت فوق من شهر ونص، لا عرفنا مدوا فيها كهرباء، لا عرفنا مدوا فيها مي، السيارات عم بتخبط بعضها، بيوتنا انتلت من الغبابير، صارت بتنزل من فوق ال 15 سنتي بالطريق، صرنا بيعطين خبر مليون مرة على البلدية، لحديت هلا ما عملوا لنا شيء. نحن رح نبعث لهم خبر كمان. ايه اكيد طبعا تكون حفرة يعني منا هينة شو ما كانت، أهلا وسهلا كمان يعني صار عنا كذا شغلة لبلدية الشويفات، كمان اتصال. ألو. أهلا مسيو. مسيو. ألو. تفضل. ألو. إيه أهلا تفضل. وحياتك بس في شيء بيستعملوه بأمريكا بالمجال اللي هي سينك بتنظف الأكل كله بتطحنه بروسيسور. نعم. يعني ما بقعد في قصة أزمة النفايات، بضل في لخبرك بيجمع لحاله بيروح. في منها بلبنان بس ما عطون رخصة. مثل أي شيء تاني. إيه لخبرك. في منا بس ما عطون رخصة حتى يشتغلوا، ما بعرف ليه ما عطون رخصة. بعرف ما بيقعد في أزمة نفايات يعني على الكاميون بتقطع بتعمل كل شيء. بالأسانسيرات حتى ولا شيء يعني كله بينطحن وبينزل. موجودة بلبنان بس ما عطون رخصة ليشتغلوا للأسف الشديد. صورة اليوم بنشوفها سوا. إعادة لمشهد السبت، هالمشهد الحضاري يلي اليوم عطين 48 ساعة للحكومة حتى الموقوفين يطلعوا، وبالوقت ذاته حتى نشوف شو بده يصير بهذا الملف يلي بعدني لهلأ بقول للشباب بمختلف حملاتهم كانت طلعت رحلتكم ولا غيره، وحدوا عناوينكم لتكونوا أقوى ونظموا صفوفكم وتردوا المندسين للخارج، وكلهم يعني كلهم ما حدا يرهبكم لأنه هيدي فرصتكم أنتو الشباب، المستقبل لإلكم، كنتم بتصنعوا مستقبلكم. الفاسد فاسد ولكن السياسي بقول عن حاله منيح، بدنا نشوفه مع الشباب مش ضد الشباب. بهالحالة كمان بدي أرجع أذكر أنه نفايات بجل الديب مفروض اليوم قبل بكرة أنها ترفع بمحافظة بعبدة كمان، بموقع المحافظة بعبدة كمان، وبالوقت ذاته بدي أعطيكم موعد بكرة. إلى اللقاء.